فتخيل أخي هناك جدار على يمينه الكلاب البوليسية وعلى يساره الكلاب البوليسية، وما بعد الكلاب البوليسية يعني بعده هناك دورية تأتي كل فترة كل ربع ساعة يعني دوريات سيارة تبر نعم سيارة بالجبات العسكرية. وأيضا السجن هو موجود أيضا يعني ما خلف هذا يوجد منطقة حرام، تكون منطقة لا يوجد فيها شوارع، الكاميرات تراقب هناك أخي الإنارة القوية بحيث أنه في منطقة نائية نعم، ولكن هناك شوارع قريبة منها يعني قد تبتعد إلى من 3 إلى 5 كيلومتر عن السجن. هذا بالنسبة للسجن بالشكل من الجدار من الخارج من الداخل. أما في الداخل أخي يعني بعد السياج الذي يأتي منه الكلاب أيضا يوجد دورية راجلة في الداخل تكون للجنود الاحتلال للجنود والسجانين، وكذلك هناك الأقسام. الأقسام يعني كل قسم أمامه ساحة، ليس هناك ساحة لكل الأقسام، يعني ليس هناك شكل مستطيل لكل أقسام وفي الوسط ساحة. هذا كان في السجون القديمة مثل سجن عسقلان أو سجن جديد. في أي سجن سجنت حضرتك دكتور؟ في أي سجن؟ أنا مررت على كثير من السجون أخي الحديثة والجديدة. السجون الجديدة كل قسم له ساحة خاصة به، بحيث أنه الذي يعيش في القسم كأنه يعيش في سجن منفرد عن الأقسام الأخرى. كل قسم هو سجن بحد ذاته منفصل عن حتى لا يتلاقى الأسرى الفلسطينيين مع بعضهم البعض، حتى لا يقوم بأي خطوات تصعيدية ضد الاحتلال أو ضد مصلحة السجون بشكل جماعي، وذلك من أجل عزلهم. فكل قسم هو مفصول عن الآخر. بينما أيضا مثلا يوجد هناك أيضا بعض المرافق الأخرى، هذه تكون طبعا تحت السيطرة، مثلا عيادة السجن لها أيضا ضوابط أمنية ولها إلى آخره. طبعا هذا كله تحت الكاميرات، يعني كما يوجد كاميرات على الجدران الخارجية أيضا يوجد كاميرات على الساحات الداخلية على الكاردورات أو الممرات الداخلية إلى ممرات غرف الزيارة الأهل، ممرات إلى العيادة، ممرات إلى غرف الترحيل، وأيضا يوجد كاميرات أيضا أصبحت حتى في العربات النقل الأسرى ما يسمى ويطلق عليها بين هلالين البوسطة. فلذلك الكاميرات موجودة في كل مكان، موجودة في كل مكان، حتى في بعض الزنازين لدى الاحتلال هناك كاميرات موجودة داخل زنزانتك. داخل الزنزانة.